موجز الأخبار من وكالة رمل الأنباء يقدمه أسامة بليبلي. وافق رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على تحويل 1000 من عمال المياومة في أمانة عمان الكبرى إلى وظيفة المقطوع قبل نهاية العام الحالي، شريطة أن يكون من عيونه قبل قرار مجلس الوزراء الصادر في السادس من شباط 2013. أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن يعمل بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية والدول العربية والإسلامية لتجسيد موقف عالمي ثابت وموحد لرفض تغيير هوية القدس والحقائق الموجودة على الأرض، وأن أي محاولات لتغييرها باطلة ولاغية وغير قانونية. واصل آلاف الأردنيين للجمعة الثالثة على التوالي التنديد بوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل. إلى الأخبار العالمية، شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة في جمعة الغضب الثالثة سلسلة مواجهات دامية وغضب شعبي عارم أسفرت عن استشهاد فلسطينيين في قطاع غزة، فيما أصيب المئات برصاص جنود الاحتلال الصهيوني. أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان الجمعة خلال اتصال هاتفي بينهما أنهما يريدان العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية، كما أعلن الكريملين غداة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. حذرت الأمم المتحدة من أن ربع الأطفال دون سن الخامسة من اللاجئين الرهونج المسلمين الذين فروا من بورما إلى بنغلاديش يعانون مستويات سوء التغذية باتت تمثل تهديدا لحياتهم. وأخيرا، تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها السنوية الاعتيادية بحوالي 8 درجات مئوية، والأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام في مختلف المناطق مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية تغطي معظم سماء المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعض الظهر على فترات. نهاية الموجز، وللمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني ramonline.net. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.